الناس. قصيدة طبعا ما صلتش العشاء، قصيدة لوالدتي رحمة الله عليها. والدتي رحمة الله عليها كانت على طول بتتهمني اني ما صلتش العشاء، ما عرفش ليه. كنت بتصلي؟ كنت بصلي طبعا وما زلت بصلي. لا إيه لما اتهمتك، طول بالك لما اتهمتك. يعني جد كنت تغش فترتها ولا لا؟ واحنا صغيرين كل امتي معافى الا المجاهرين. طبعا ما صليتش العشاء عبارة عن خمس مشاهد بخمس تواريخ. خمس مشاهد بخمس تواريخ طويلة، بعرف انها طويلة، طويلة جدا. لا بدنا المقطع اللي حكيت، ما انا هقول لك المقطع بس علشان يبقى جمهورك معايا. بس صحيح. انهم خمس مشاهد بخمس تواريخ، دايما كل مشهد فيهم بينتهي بان والدتي رحمة الله عليها بتتهمني اني ما صليتش العشاء. يعني ادي سر التسمية بتاعتها، انها طبعا ما صليتش العشاء. فاحنا لو هنقول كمال جاهز، لحظة شوي. انت عايز انه مقطع فيهم، مقطع عيد الميلاد. صحيح. مقطع عيد الميلاد. طيب 1989 مقطع عيد الميلاد، اظن المشهد الثالث. المشهد الثالث 1 اكتوبر. انتوا تقولوا ايه على اكتوبر؟ يعني حد الله ذا بعرف. 1 طيب تشرين اول. 1 اكتوبر سنة 1989. مين يا اخويا؟ عيد ميلادك والله خلفت وعلفت، وانت اطول مني عايز عيد ميلاد. امشي ياد، في اعدادية ولسه بتفكر يا شحط في عيد ميلاد. روح لابوك كلمه في الشغل، قل له وانت جاي عدي هاتلي نفاخة، شوف العيال لما تكبر تتملي مساخة. ثم اصلا ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ يكشي فاكر يوم ميلادك اختفت نار المجوس، ولا حد قالك ان لقينا يومها شوال فلوس؟ ده احنا كان العيش يا دوبك والغموس، كنا مش لاقيين نجيب لك هدمتين. ايه هذه السعادة اللي انت فيها دي؟ جايك منين؟ ده احنا افقر فترة عشناها في حياتنا حملي بيك. كانت البلد ولا فيها زيت ولا فيها سكر، والجو بيننا وبين كل العرب كان شان وعكر، والسادات كان كل يوم شدوا الحزام، والإعارات اللي كانت في الخليج رجعوا لنا تاني، والجنيه ما بقاش يجيب ولا جوز حمام ولا نص ضهني، كنا دايرين نستلف من القريب ومن البعيد، خليته عيد. بس عارف لما قالوا جه ولد ظهري اتسند، رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات، كنت انت بكري. رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات، كنت انت بكري. ابوك حريم وكلهم جابوا الولاد بدري، وجدتك في غياب ابوك كانت تلقح بالكلام، وانا طبعا اهري. وحتى لو ما قالتش حاجة، احنا ستات اوعر كلام بنقوله بسكات. ما كانش ابوك يعرف يا ولدي انهم سموني بينهم ام البنات، وما كنتش اعرف حظي الاخبر ان خلفة الولاد هتجيب لي نطع يقول لي عايز عيد ميلاد. اسمع يا ولدي، اسمع وركز في الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بعيد ميلاده زيك تمام. ازاي بقى؟ بالصيام. يعني انت بكرة تجيني صايم. عيد ميلادك يعني تقوى، مش جاتو بتو عزايم، ولا اقول لابوك على الدرجتين اللي نكسوا في التاريخ.
عايز تعلق نفخات؟ اجيب لك النفيخ. خش ذاكر، خش ذاكر. ايوه وتنغوج وخبط في البيبان. هو يعني ابوك مسافر؟ بس يجي وكل ده حيوصل له. حاضر. تاني يوم الصبح وانا نازل ورايح المدرسة، لقيت على السفرة كيكة مقطعة ومكيسة. قالت لي خد طفح صحابك، من تجيل العيد ميلاد جيل ما يعرفش الخشة. قل لي صح، انت نمت الساعة كام؟ شكلك ما صليتش العشاء.